من الجنوب تأتي البدايات، درعا في الأمس والسويداء اليوم، هو الفصل الثاني من قصة الثورة السورية وربما يكون الأخير. بعد 10 سنوات من التعب على طريق الحرية سلكه السوريون بكل المحافظات وتحملوا كل مشاقه، مودعين مئات آلاف الضحايا. السويداء أسبوع كامل والمدينة منتفضة عن بكرة أبيها، حاملة شعارات وطنية تؤكد أن نظام الأسد لم يفلح في تمزيق النسيج الاجتماعي وأن هدف ومصير السوريين واحد بكل طوائفهم وأعراقهم. الحماس الذي بثه شباب السويداء أعاد الروح لبقية المدن التي كاد أن ييأسها طول الأمد. درعا تحيي السويداء، تقول لها ما زلنا على العهد الأول. تسمعها إدلب فتتحول ساحاتها إلى بركان غاضب، يحيي السويداء ويثمن نضالها ضد طغيان الأسد وميليشيات إيران وغطرسة الروس. حتى الجولان السوري المحتل أطل على المشهد بتظاهرة تضامنية مع المحافظات السورية مناديا بإسقاط النظام، لينسف بذلك أكذوبة النظام في دفاعه عن الجولان وتمسكه به. تظاهرات السويداء شكلت منعطفا مهما في تاريخ الثورة السورية، وشعاراتها التي نادت بإسقاط النظام أكدت أنها ليست مجرد احتجاجات ضد الوضع الاقتصادي كما يحاول تصويرها المقربون من نظام الأسد، لفصلها عن سياقها الطبيعي في ثورة الكرامة والحرية. كما أن توقيتها المتزامن مع تطبيق قانون قيصر يضع نظام الأسد في زاوية حرجة ويعطي المعارضة ورقة قوية في سياق مشروع وطني يضم كافة مكونات الشعب السوري. أكبر أثر تركته تظاهرات السويداء أنها جرأت مناطق سيطرة نظام الأسد على التظاهر ضده، وربما سيصل أثرها إلى عمق الساحل حيث يعيش مئات الآلاف من الطائفة العلوية في فقر مدقع وإذلال ممن استخدموهم حطبا لحربهم الوحشية ضد الشعب الأعزل.